المنافسنات دايما قبل كل تصوير بيحبوا ينكشوا بعض، وما فيش مانع بشوية نفسنا كده قبل الحلقة. الأخبار ايه الفستان الحلو ده؟ تيجي مش بعد ما ما لا بس الفستان حلو قوي، حاجة عظيمة، حاجة هايلة. انتي بتهتمي بمظاهرك قوي على كده مؤخرا. بتهتمي بالمظاهر مؤخرا بس زيادة عن اللزوم مؤخرا. انتي اوفر، بقيت اوفر مؤخرا، بقيتي اوفر شوية صح؟ بس عامة طبيعي انا كده برضو مؤخرا طبعا. لا طول عمري معلش سوري، بس بذله جهد زياده. لا 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 دي اقل حاجه عندي. يا لايق عليكي التقل، يا عارفه لايق عليكي بتعمليه بجداره، اللي هو انا اني قوي هاني لايق عليكي. يعني انت شايفاني تقيله عشان انت منفسله مني. ايوه ايوه، لكن انا طبعا المظاهر دي حاجه بالنسبه لي قوي، دي حاجه خطيره، حاجه رهيبه. وبعدين ايه الفستان الجميل ده؟ مين بيهتم بالمظاهر اكتر بعد الفستان الحلو ده؟ ايوه حلوه بقى السلسله دي، هي دي في منها النجمه. اجيب لك النجمه والكف والفيل بس. يلا 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 يعني انا ملتزمه وداخله في معادي بدري، اول واحده دخلت قعدت على الترابيزه ومهمنيش بقى البس ايه ما البسش ايه، المهم ان انا ما عطلش بقيت الصف. انا جيت في قد ايه؟ غيرت في قد ايه وجيت في قد ايه؟ ايوه يعني مش معقول. لا يعني مش عشان ان يبقى مظهرنا حلو نيجي على ناس اللي شغاله معانا، لا مش كده. اجيبه بس لحد دلوقتي عماله بتفتح شعرها، حقها مش قادره تسيب شعرها. مين بتاع البرنامج؟ ما ينفعش تطلع كده، طالعه على الهوا دلوقتي. مظهرها اهم من اي حاجه طبعا، واحده طالعه للناس والناس بيبقى عينيهم معاها. ايوه مش قوي، اصل انت لما الناس تبقى حباكي بتبقى عينيهم معاكي، انما لو مش حابينك عادي جدا. بس في ناس بقى اقل الحاجات بتبان، وفي ناس لازم تعمل مجهود كبير قوي. حرام انت يعني. عامله بقى تتاخر وبقى عايزه حاجه ثانيه بقى ولا قمتك؟ لا انا كده. عندك اي تعليق على على هدي؟ هتقومي انت متاخره طبعا. براحتها بقى متاخره. مش في اغنيه بتقولك من حق الجميل يتدلع؟ مش معقول يعني متاخره. يا حبيبتي احنا نتاخر براحتنا، كراسينا مضمونه. أصول. انما انت خايفه على الكرسي. مش مهم المعزه الرعيه تعلم امها الرعيه. ايه ده؟ الاستاف فين؟ الاستاف بتاعي اندهولي معلش، عايزه الاستاف بتاعي. انا احنا مش هنبدا الحلقه، حضرتك استاف ايه وبتاع ايه دلوقتي؟ هي دي المقدمه؟ محتاجه الاستاف بتاعي. ليه عايزه ايه من الاستاف بتاعك؟ انت جاهزه؟ جاهزه ايه؟ انتوا اشتغلتوا كده من غير ما انا اقول اشتغلوا، من غير ما تقولي اخراج اخراج كفار. وانت لازم تخشي لنا في ديلك 5 10 6 15. المفروض تدخلي جاهزه اصلا. لا انا جاهزه بس لازم هو ايدك يعني عشان فيها ثلاث خطوات سود فطول الوقت عماله تعملي كده عشان على إيدك. اساس ان هم السوليتير مثلا دول فالس بس برضو تتمنظري تتمنظري باي حاجه ستاف. ايه الستاف ده يعني؟ كام واحد ستاف يعني؟ مش فاهم يعني. الكوافير والمساعد، المكير والمساعد، البنوته اللي هي اللي بتعمل لي حواشي. الستاف ده كله بيعمل لك ايه؟ ده بقى موضوع حلقتنا النهارده، المظاهر. الأستاذة مشيالنا بسبعة آلاف واحد في ديلها وطول النهار قرفانة. الستاف راح، الستاف جه، خش معايا اظبطوا القص، اظبطوا البق، اظبطوا الروج. وهذه هي المظاهر الكذابة. دلوقتي احنا بقينا في عصر المظاهر، اللي ما عندوش بيدعي انه عنده، واللي عنده بيتمنظر باللي عنده، واللي مش عنده هيموت ويبقى عنده، واللي مش عنده بيشتري المضروب عشان يقلقه يبقى عنده. بقى في حالة من طب انت عارفة يا هيتي ان في ممثل لما بيبقاش اصلا عندها الكرو بتاعها، ولو رايحه تصوير او رايحه مثلا بيستضيفوها في برنامج بتجيب الناس دي عشان تخش بيهم عشان تعمل لنفسها منظر. شكل ومنظر زي ما انت بتعملي كده يعني كل يوم معانا؟ لا لا لا
لا استنى، انا ليا اسمي وماشيه بيهم بقالي سنين. لا سيبك من ده. لا انا بتكلم فعلا في بيعملوا ده. ده حقيقي. وفي بيتعمدوا تبص تلاقي هي مين دي وايه اللي ماشيين وراها دور اخواتها. صح. والله بجد يعني شيء مستفز. ومش ده. لازم في التمثيل بس، يعني ممكن حد في الحياه في العادي كده بيشتغل ان شاء الله رايح يقعد على القهوه فتلاقيه فجاه نزل من عربيته وثلاثه فجاه يقوموا فاتحين العربيات راكبين جنبه وقدامه ورا ويقوموا نازلين واقفين فينزل فتقول يمكن صحابه تلاقي عربيه ثانيه وقفت ورا منه نزل منها ثلاثه ثانيين فجاه يقوموا واقفين مستنيين لما يدخل واحد يسبقه واحد يفتح الباب مين دول؟ لا ده الحارس الشخصي بتاعه ومش عارفه الثاني على اساس انه مستهدف. موضوع البادي جارد ده بقى موضه جدا. صح. ده يا ريت بادي جارد ده بيدفع لهم فلوس ده ممكن يكون فيهم ثلاثه اصحابه على اثنين جيرانه على اخو مراته بس تعالوا معايا واعملوا ان انتوا فلعلتم لابسه بدل بقى كده وتقوم حلقه محدده تقوم ضربه الشمسيه ايوه اتفضل حضرتك ثانيه واحده ثانيه واحده ما تعديش دلوقتي على اساس ان هو المكان عندك عادي عشان الباشا معدي. بس خلي بالك في ناس ما بيبقاش مستهدفين اصلا. انا في الدور 15. لا انزلي يا شاعر طالعين من الاول اسانسير امان. مسدسك محشي. طب اسحب محشي كروم اسحب الاثنين التانيين عندك عشان اتاكد ان هو بعت لي واحد بس. هات لي البواب من قفاه. البواب خلاص قفلنا عليه الاوضه بتاعته. البي يتحرك؟ ايوه. اتفضل حضرتك من جنب الباشا. محمد البي يمشي من جنب الباشا ما تقفش جنبه. الجو حر. بيتخرق. اتفضل يا فندم عندي 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 اتفضل. من ضمن المظاهر النازج هانم السلاحدار دي اللي تلاقيها ماسكه الشنطه كده ومقفعه ورافعه حواجبها وتحس انها مشلوله عشان الشنطه بتبقى كده. والله ومطنقره كده وكلامها قليل ودايما مشغوله في التليفون وعندها مهام كتيره جدا وتدي الاوامر بطرف صباعها اي صبع شغال. ودايما على طول تزعق هفت بفت يلا. ايه ده مشبهني بحد دي نازج السلحدار ودايما بيبقى ماشي وراها كلب صغنن كده او بكيزه هانم بيسموها بكيزه هانم لازم يبقى عندها كليب وليلو. دي بقى هنا في امله مضايقاها فبتنطرها. ومن ضمن كمان المظاهر لو فرضنا انك انت حد طبيعي مثلا حد طبيعي على سجيتك فداخله مثلا على مكان ما فجايبه حاجات في كيس نايلون فما لحقتيش الكيس نايلون تحطيه جوه علبه والعلبه تحطيها جوه كيس شيك او تتفسيها في شنطتك فمشيتي بالكيس النايلون عادي يعني ممكن تبقي شاريه حاجه من الاجزخانه ممكن شاريه حاجه للصداع شاريه معجون اسنان والنسكافيه واو داخله بكيس نايلون ايه المشكله؟ واو ماشي بكيس نايلون ايوه ماله مش عاجبك النايلون اجيب بداله ايه؟ قوي نايلون ماشيه كده انت صغيره الكلام ده عايزاه بفته؟ لا بس مش منظر وانت داخله طب ايه المشكله؟ داخله حفله شيك داخله عماره شيك داخله اوتيل ايه ده كيس نايلون طب اعمل ايه؟ حبيبتي شيل شنطه هدايا ولا حاجه تمسكيها شنطه هدايا عشان احط فيها كيلو سبانخ؟ اوكي اوكي عبدو خدي الكيس النايلون من المدام طلعه لها الدور ال 13 اسبق اسبق بكيس النايلون بس انا ما طلبتش عبدو يطلع الدور ال 13 لا لا ما تطلعيش كده قدام الناس لا يقول عيب 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 انت مالك يا وليا؟ هي المظاهر بقت مهمه جدا صح في حياتنا واتفرضت علينا فرض الانفتاح اللي حصل ايه الموبايل الحقير اللي انت ماسكاه ده؟ تجيبي موبايل كويس شيك اجيب ايه طب حاجه ايه اكس فون تيستي 18 مش 18 ده لسه مغيراه ال 18 نزل ده احدث موديل لا لا التاني نزل الاحدث منه نزل 18 بقول لك 80 80 يا شيخ لا يبقى لازم مش 8 لا صح عندك حق وبعدين وا لو هنا غالي جيبيه من بره انترنت لا انا اوريدي بجيب كل حاجه من بره اصلا واو عشان بروح وده على فكره انت عايزه 18 ده 20 اوكي هو ده عشان ده 2000 ده اكتر ده يعني لسه ما تعملوش اعلانات اصلا على فكره الشنطه بتاعتك كوبي بس سوري كوبي بس سوري لا الشنطه بتاعتي فيك فيك مش فيك شنطتك انت اللي فيك جايباها منين لا انا مش فيك جايباها منين انا جايباها من دبي. انا جايباها من سوق الصينيين في دبي
انا شنطتي انا. ورحتي بنفسك؟ اه رحت بنفسي. ازاي تخشي مكان زي ده؟ افت حد صورك وانت هناك. دي فيرست كوبي مش عارفه. ابعتي حد يجيب اختاري بالصور. بس دي غاليه برضو. واو معروف ان هي اللي بيفهم وبيلبس معروف ان هي كوبي. تفتكري باينه؟ كوبي وان طبعا. دي البطانه هي البطانه. انت نزلتي سوق الصينيين في دبي تجيبي شنطه كوبي؟ اه فيرست كوبي. انا بنزل سوق السمك في اسكندريه بجيب السمك. اوكي من باب الفلكلور. وبنزل كل الاسواق. لا لا من باب الفلكلور. في الكلور ايه والله بنزل بجيب السمك بنفسي. بتعملي سياحه هناك سياحه صح؟ سياحه. والست بقت عباره عن فيترينا متنقله، يعني الست عباره تحس ان هي خارجه دايما من كتالوج او من فيترينا. مش بقول ان الشياكه وحشه وان الواحده تاخد بالها من مظهرها حاجه وحشه، بس لما بقى يعني ما انزلش غير لو لابسه النضاره البراند الفلاني وماسكه الشنطه البراند العلاني ولابسه الجزمه البراند والحزام البراند او الفيك بتاع البراند او الفيك والساعه طبعا الماركه اللي كلنا عارفينها اللي ثلاث ارباع الناس اللي لابسينها فيك والخواتم الالمازات الازاز. ما انزلش غير كده عشان الناس تحترمني والناس تهتم بيا وتحس ان انا مهمه، واحنا كمان كبني ادمين بقينا لا اراديا بنعامل الناس بحسب مظهرها ودي ماساه. يعني الست البسيطه ممكن تلاقي الناس ما تهتمش بيها، ولو داخله مكان ممكن تلاقي ما حدش يركز معاها لو حتى رايحه عند دكتور، لكن لو دخلت واحده ضربة الحاجات دي كلها تحسي ان كل حاجه بتتفتحت بالظبط كله عايز يخدمها. انا ساعات بيسالوني بيقولوا لي مثلا ايه لما اروح مثلا اجتماع مثلا الولاد بتاع الاباء في المدرسه، هو انت بروح بقى لابسه قميص مخطط بتاع ولما شعري ولما شعري طلع حصان او كحكه مفيش ميك اب طبعا خالص وبنطلون جينز واي سبدريه كده واي كوتشي ابيض اصفر احمر. بداوا يقولوا لي الناس انت مش بتلبسي ليه؟ البس اعمل ايه؟ ما انا لابسه. يعني ايه حبش سكنات الممثلات بقى خش علينا كده زي ما بتطلعي في راجل ست ستات؟ لا لا زي ما كنت في الاكسلانس. قلت لهم يعني اجي عامله شعري احمر وعاملاه كرباش ولابسه فستان في كعب كده عشان اقوم المدرسه امشي عشان انتوا عشان احسك فنانه ولا حاجه. لا اوفر فعلا بقينا نحترم الناس على اللي قال لك كده راجل ولا ستات اتعملت لك كده. مين يقول معانا انتصار معانا انتصار؟ بنتصور معاكي تطلعي عادي، عايزة تصور معاكي تطلعي مش عادي تطلعي الارتيست. الارتيست المونولوجيست الفنانيست. الستات العاديه بقى تشوفيهم تحسي معاكي النجمه. عارفه ليه؟ لان هم محرومين من الحاجات دي بيعملوها ساعه الخروجات ايا كانت الخروجات حتى لو اجتماع اولياء الامور في المدرسه. لكن احنا طول الوقت في شغلنا بنعمل ده، فبيجي بقى الوقت العادي عايزين نريح. عايز اريح وشي وبشرتي وشعري وعايز اريح نفسي واريح رجلي من التلو وعايزه ارتاح. طيب نشوف الخطيب ونرجع. يقول لك ايه؟ هخلي امك تشوفك. هتشوف امه اخويا هتشوفه. خش ما تخافش اطلع فوق هنا ما تقلقش. ادي بقى قدام النور ده كله. بص النور ده انت بتغني عليا جامد قوي. التليفون بيرن وريني زي ما انت. مهاب في الجيش. مهاب محمد صبري. خد يا محمد صبري رد على مهاب. يا مهاب افهمه غلطه. انا فاهمه غلطه بس مش اكتر. افهمه غلط. غلط انا؟ ما تبجحش. المظاهر ممكن تخليك تتخدع مثلا انت، او ممكن تخليك تعمل حد احسن من حد عشان هو لابس لبس معين او معاه عربيه معينه والحاجات دي كلها. طريقته في الكلام واسلوبه. لا لا هي بتفرق في شخصيات. بس طالما هو شخصيه نظيفه وكويسه خلاص. مش بالمظهر عامه. ما هو بص برضه منظرك عامل ازاي واحنا برضه عادي بنكلمك عادي. لا مش شرط. ممكن واحد يبقى منظره نظيف بس هو مش كويس من جواه. شخصيته مثلا مش حلو. الشكل مش حلو. بس انت قبل ما تعرف شخصيته قبل ما تعرفه هل ده هيفرق معاك ان مظهره مثلا شكله عامل كذا او لابس كذا؟ مالي مظهره ايه؟ انا مالي بشخصيته هو. من شخصيته طبعا. شخصيته مثلا ولا عربيته؟ خد بالك احنا معانا برضه حاجات جاشة. يعني لا انت مد جاشة. لا خد بالك معلش اقسم بالله اجيب المرسيدس بتاعتي. معلش ايوه. لا انا عندي عربيتين. عندك عربيتين؟ الحمد لله. كذاب. ساعات في ناس بتمثل وساعات لا يعني مش بالمظاهر. هي مثلا شخصيته لقيته معايا محترم فهخليه محترم زي المظهر مش كل حاجه. يعني انت ممكن يكون واحد لابس احسن لبس واحسن كل حاجه بس كان نفسيا ولا كطريقه كلام ولا اي حاجه مش كويس. ممكن تلاقي واحد لبسه على قده كل حاجه بس متربي احسن تربيه. ايوه زي كده مثلا. ملهاش علاقه اصلا بالماديه خالص ولا لبسه. لا ولا الكلام ده خالص ولا الاكسنت اللي في لا. كلامه مش للدرجه يعني برضه في برضه يعني مش بنزل تحت قوي اكيد مش عامل مثلا ان وزير زي
وابو دبوره زي ابو دبرتين بالظبط. لازم يبقى طبقه فاهم زي مش أيوه. مش اتكلم مع واحد بقى تحت اللي هو فاهم عيل طبق انت برضه جدا بقى خد بالك عمر المزار ما بتعمل بني ادم بني ادم صح ايوه. هو البني ادم ايه غير مش مظاهر الخصله دي ارتباك لقيت حد مثلا معاه عربيه مرسيدس هتعامله زي حد ما هوش عربيه؟ لا اكيد هحترمه اكيد هتحترمه بس انا حبيت صراحتك اكيد طبعا مش هكذب عليك لو قلت لك لا طبعا اكيد هتفرق بس مش قوي يعني طبعا. بس في فرق لا طبعا اكيد هحترمه يعني هتحترمه عادي تمام بعد ما سمعنا الخطيب وقد ايه الناس بتحب المظاهر ويلا بينا نسمع السؤال اللي هيوجه الى المذيعات من الناس ايه المظاهر اللي كانت بتخدعك زمان كنت زمان بتخدع بمظهر اللبس قوي والساعه والحزام والشنطه ومش عارفه ايه بعدين اكتشفت انه ثلاث ارباع او مش ثلاث ارباع جزء كبير يعني او جزء لا يستهان به من الناس اللي لابسه كده اللبس ده عندها مشاكل ماديه كبيره جدا مش سعداء ثلاث ارباع لبسهم فيك وتقليد وهم في الحقيقه بيدعوا مستوى هم مش فيه فكنت فدلوقتي ما بقتش اشوف حد كده مأفور قوي في انه مظبط نفسه من شعر راسه او راسها بالذات لغايه رجليها بدأت أشك تعرفي في حاجة لأن غلط لأن أساساً كده بيبقى أبسط من كده دائماً مش محتاج يعني كده فتعرفي عطول إن هي يا نظوريش يا بتدعي حاجة عشان هدف معين يا إما عندها يعني مشكلة ما بالظبط يلا بنطلع فاصل ونرجع نكمل المظاهر الخداعة بنزل بروح الوكالة بجيب حاجات من هناك بخزنها بنزل السوق أنقي وقف مع الستات أبص ألاقي نظرة غريبة جداً الولا مزيت وريحة عرق ومكمكمة وشرابه منتف منتف وبعدين إحنا عارفين هو ساكن فين وبعدين ماسك الموبايل ده سرقه ده بس ما بيسرقش شاريه ده متخلف عشان حتى لو عندك إيميتيشن شنطة تقليد تبي عارفة سعرها الأصلي بكام عشان وإنتي ماسكة التقليد وحد سألك جبتيها بكام تبي عارفة الأصلي منها بكام ورجعنا لكم بعد الفاصل مع برضو المظاهر الخداعة وفي حاجة أنا دايماً كنت بقع فيها ولسه مكملة ما همنيش كلام الناس ولا همني المظاهر اللي كنت بشوفها اللي هو أنزل مثلاً زي أي ست بيت أنا ممثلة بس ده شغلي لكن أنا في الأول وفي الآخر ست بيت وعندي ولاد ولازم بيتي يبقى بيت عادي جداً بنزل بروح الوكالة بجيب حاجات من هناك بخزنها بنزل السوق أنقي وقف مع الستات أبص ألاقي نظرة غريبة جدا كما لو إني أجرمت في حقهم اللي هو عشي وفا بتنقي زينا عايزة توفر بخيلة مش هين عليها حد يجيب لها وياخد مش كده خالص وفي نفس الوقت ممكن تلاقي واحدة مامتها ما تعرفهاش أخرها مثلا تكون عدت كده في مشهد في العربية بالنضارة بمش عارفة ايه وزلي حبعت لك ياخد يلا هو ده ثلاثة يعني برتقال ثلاثة سفنجي ثلاثة فراولة وبعتهم لي على البيت لا يوسخوا الكلمة بتاعت العربية يعني هو ده المطلوب مني ان انا اعمله عشان ابسطكم عشان ابقى قدامكم بني آدمة سوية لا انا بني آدمة عادية جدا زي اي ست وماليش بقى في المظاهر الخدع زي ناس صحابي ما اعرفهم يبقى بقى جربوع وهو عارف نفسه ومصر يمسك تليفون A6M دبل ايدج ليه يا جربوع والله هتفضل برضو جربوع وهو عارف نفسه وهو عارف نفسه دلوقتي وسمعني دلوقتي لو يقعد يقصد فيه خمس سنين قدام على فكرة الموبايل مش هيعمل لك حاجة هتفضل جربوع برضو بل بالعكس هتبقى جربوع اكتر ليه لان كل الناس هتبص تقول ايه ده الولا مزيت وشرابه منتف وبعدين احنا عارفين هو ساكن فين وبعدين ماسك الموبايل ده سرقه ده بس ما بيسرقش شاريه ده متخلف ده مش لاقي ياكل ده ماسك موبايل لا ده ترتبته خالص ما بعده عنه يا جماعه يعني موبايل ادى دليل انك مجنون يا جربوع اللي عارف نفسك هو عارف نفسه معانا هنا وهنجيبه وهنجيب منه التليفون كل ده ليه المظاهر اللي الموبايل هيخليه بنادم عشان التليفون ده طلع مسروق مش بس الموبايل المظاهر اجبرتنا اجبرت المجتمع ان هو يعمل حاجات فوق طاقته
يا انا معيش فلوس بس هجيب دي. مش بس على الموبايل. اول مره تقولي حاجه كويسه. اول مره اقول حاجه كويسه. طيب المظاهر اجبرتك تعيشي فوق طاقتك. فوق طاقتي اللي هو انا عايزه اسكن في شقه، انا الفلوس اللي معايا دلوقتي ما تقضيش ان انا اجيب الشقه دي. مش مهم ندفع مقدمه ونقسط. ما انا مش معايا فعلا. نجوع نقعد على البلاط جوه مش مهم. طب ده الشقه. طيب الجهاز بقى هنجهز، لازم نجيب احسن حاجه، ومش عارفه نروح نجيب تلفزيون كم عامل ازاي. ممكن والسمارت. انا مش هقول لك حاجه هقطعك ثانيه، حتى في ابسط المستويات، عشان كده بقى عندنا كمان غارمات بالهبل. ايوه لان تلات ارباعهم يا حرام عايزه تجهز بنتها بكل حاجه. حضرتك تجيبي غسالتين انت عارفه كده. ايوه في القرى، في القرى. أيوة. البسطة انا دي انا متاكده منها. أيوة. انا عارفه انا بقول لك ايه. تجيب غسالتين ومايكروويف ومش عارفه بوتاجاز عامل ازاي، واوضه نوم اطفال، ومعانا لسه ما فيش اطفال بس هي لازم تدخل فيها. عشان كده بقى ليه فوق طاقتنا غرمات. ليه لازم اجيب فيلا في الساحل؟ لا انا مش معايا دلوقتي. مامتها وباباها عشان ما يتحرجوش قدام اهل العريس يقولوا معناش. لا نقول معناش، يقولوا علينا ايه؟ ما يقولوا عليك ايه، هم عارفينكوا اساسا. بالظبط. انتوا مش جايين تاكلوا. يا اما هقدر. لا مش مهم، نكتب ايصالات وربنا بقى يسهلها بقى، معناش هتنستلف. فعشان جبت السجن يعني لو قادر تعمل ده اعمله. صح. ما تجيش على نفسك وما تتضايقش. المظاهر مش مهمه قوي للدرجه دي. ليه بقت حاجه اساسيه في حياتنا لدرجه مدرسه ولادي هتبقى شكلها عامل ازاي؟ اضغط على نفسي واجبر نفسي ان انا ادفع فلوس مش هقدر ادفعها في مدرسه غاليه عشان اقول عشان اقول اولادي في مدرسه مش عارفه البريتش او الامريكان او مش عارف ايه. والفيلا بتاعتي في الساحل. اعرف ناس صحابي بيقعدوا من القسط للقسط للقسط لما بتلات اقساط في السنه، يقولوا يا رب عديها، لدرجه ان بيعملوا جمعيات يقبضوها على ميعاد القسط عشان خاطر السنه تعدي. يا رب السنه تعدي. وكل ما السنه تزيد على عيل مش عايز اقول لك بيعيطوا. ليه بيتصرفوا على حاجه لما تتداين علشان تودي ولادها مدرسه كويسه لمستقبلهم؟ انا معاها. اضعف المظاهر. بقول لك كمان بقى، لا شاليه الساحل وشاليه السخنه. لا في واحد في الساحل الترفيه واحد في السخنه. الترفيه ده انا رافضاه. انا لو كان عندي انا أيوة ده ترفيه بقى. يعني انت تديني عشان ترفيه؟ لا لا انا عايزه اقول بقى كمان يعني جزء من المظاهر الغريبه جدا ان بقت قاعده الستات على كلامك يعني هي دي بتتمحور وتتبلور حوالين ايه اللي حوالين حصل حوالين ده. وبعدين كل واحده بقى عايزه تتفشخر باللي عندها او اللي ما عندهاش وتكذب. وبعدين كل واحده بتدرس بقى قبل ما تنزل من البيت على الانترنت ايه اخر موديل، ايه اخر حاجات، ايه اخر ماركات، والشنطه دي بكام، عشان حتى لو عندك ايميتيشن شنطه تقليد تبقي عارفه سعرها الاصلي بكام، عشان وانت ماسكه التقليد وحد سالك جبتيها بكام تبقي عارفه الاصلي منها بكام. يعني في دراسات بتحصل يا بنتي حوالين والمرضى كام مرضى بقى. خليت ناس كتير بقت كده دلوقتي، ستات كتير بقت كده. وايه بقى المظاهر بتاعت المكان الجامد جدا بتاع السهر كل الناس عايزه تروح تحجز فيه، المكان الجامد جدا في الساحل كل الناس عايزه تشتري فيه، المكان الجامد جدا بتاع اللبس اللي فتح في اللي عنده كعوب بيلعب. لكن اللي بيعمل مظاهر خايبه كدابه ملوش عندنا وجود. صح. تطلعينا نشوف علاء ولا اطلع لوحدي وارجع لكم؟ اطلعي لوحدك وارجع لنا. طب انا طالعه اشوف علاء. النهارده موضوع حلقتنا عن المظاهر الكدابه بقى. حلو. انت مثلا واحد داخل عليك كده لازم لابس التكشيره على وشه ولابس جاكيت مش عارف ايه وماشي كده وعامل نفسه التينك قوي، ده انت تحترمه اللي هو ده ولا تقول عليه ده؟ لا اي حاجه زي دي مؤخرا بتتقفل منها. انا بحس الشخص اللي قدامي ده فيك قوي وكله يهتم بمنظره بره وتلاقيه من جوه فاضي وتلاقيه من جوه يعني تتكلم معاه يعني مش كتير. في الاخر تلاقي ان انت بنت تعجبك او عادي يبقى شكله كويس تقول يا ريت ما كنت فتحت بقك كنت زي ما انت كده كنت انا عارفك زي ما انت كده. لكن لما فتح بقك تلاقي من جوه مفيش فيك في واحد جاي عليك وشه وتقول عليه ده بص وايه وداخل وبتاع انت جامد. مفيش مفيش حاجه مفيش الهوا. مثلا بنات قاعدين في كافيه وعمرو داخل عليهم مثلا ايه لابس نفس اللبس اللي هو لابسه ده وداخل لابس تكشيره بقى ايه وقاعد في الترابيزه اللي جنبهم ورامي مفاتيح العربيه ومش عارف ايه وقاعد وعامل تكشيره كده فتقول بصي 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 فيلن ازاي بصتنيك قوي الواد انا عايز اتكلم معاه. انت تبقى حابب نفسك لو انت ممكن تعمل الشخصيه دي على بنت؟ لا 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 عارفها. هو بص في ناس بتبقى شخصيتها كده. انت عمرك مثلا كنت داخل شغل ولا داخل حاجه
ودخل عليك واحد بقى لابس الشيك ومش عارف ايه وقال لك انا هشاركك انا عندي وعندي ورايح وجاي ومعايا وبتاع يعني لسه والله لسه حصل لي مؤخرا واحد انا كنت داخل معاه في شغل الله فاللي معرفني علينا صحابنا فاحنا قاعدين قال لنا عايز اقعدكم في كافيه معين الكافيه ده هو مسيطر فيه الله. اول ما يخش كوبايه الشاي بتاعته مش الله. عارف ايه اللي هو دخل قلت مين التنين المجنح اللي هيظبطني ده هيوديني في حته ثانيه هو قال ان هو ساكن في المهندسين والدنيا كلها تمام ومعاه عربيه مرسيدس داخل بيها علينا وبتاع اكتشفت ان هو ساكن في اخر فيصل الله الله انا ما عنديش مشكله مع حاجه يا عم انت انا من فيصل اقول ان انت الفيصل والله الموضوع هيبقى حلو قوي صح انت لو داخل عليا من الاول خالص قال لي انا شغلي كذا وانا بعمل كذا وعندي كذا انا داخل معاك في الشغل مش عشان عربيتك عشان انت شخصك هتفيدني هتضيف لي حاجه صح في اخر الفقره عايزين نقول انه المظاهر والمنظره والفشخره بقت مرض وان الانسان عمره ما كانت قيمته الحقيقيه لا في الخاتم اللي لابسه ولا في العربيه اللي راكبها ولا في الشنطه اللي ماسكاها ولا في اي حاجه الانسان قيمته الحقيقيه في عقله وفي دماغه وفي اخلاقه وفي ثقافته وفي علمه وفي تصرفاته مع الناس وخلونا نتعامل مع بعض بشيء من الرحمه ونبطل نحترم بعض او ما نحترمش بعض عشان عندي كام او ما عنديش كام يعني ارحموا بعض ونرحم بعض يرحمنا ربنا واللي النهارده فوق بكره ممكن يبقى تحت والعكس صحيح فبلاش نتمنظر بحاجات كرم من عند ربنا زي ما جت زي ما ممكن تزور في لحظة وأكمل الناس عاشوا حوالينا وشوفنا الحال دوام الحال من المحال نطلع فاصل نرجع نكمل على طول مع فقرة الضيف استنونا ضيفتنا النهاردة ممثلة مش عاتقة نفسها إعلانات شغال تمثيل شغال بيزنس خاص شغال طب واشتغلتي إعلانات كتير ونحتي كتير وعملتي فلوس كتير ومين بقى أول واحد ساعدك وقف جنبك؟ أنت مع ولا ضد فكرة إن ابنك يمثل أو يخش المجال الفني عامة؟ رجعنا لكم والفقرة الضيف والفقرة دي اللي بحبها قوي قوي وضيفتنا النهاردة ممثلة مش عاتقة نفسها إعلانات شغال تمثيل شغال بيزنس خاص شغال أي بص أي حاجة إشاعات شغال إذاعة شغال برامج مسرح أطفال كبار مونولوجيست تلاقي فانتيست تلاقي معانا الفنانة إنجي شرف مساء الخير أنا إنجي شرف ضيفة حلقة نفسنا النهاردة بحب البرنامج قوي ومبسوطة ان انا معاكم النهاردة ويا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم قعدة الستات بيبقى فيها رغي كتير قوي لازم يبقى فيها رغي يعني مواضيع بقى كتير عندنا حاجات كتير قوي يعني نتكلم فيها issues يعني نتكلم شوية في الشعر في الميك اب وفي الفاشن وفي كل حاجة بقى وفي الرجالة وفي الاطفال وفي المدارس ويعني كل واحد بقى على حسب عيشته عاملة ازاي انا بحبهم وانتصار وهدي دول صحابي من زمان وبدري اول مرة هشوفها فيعني مبسوطة ان انا هكون موجودة معاكم قوي النهاردة وانا من محبي البروجرام جدا يعني انا من متابعين نفسنا فيا رب تكون حلقة حلوة يا رب مساء الخير هلو ايوه يا منقه تنت ايوه شويه كده انت اول حاجه لقب الوصيفه الاولى في مسابقه ملكه جمال كنت انت وصيفه مين كانت الملكه كانت بنت اسمها رحاب شتيله وانت الوصيفه الاولى وانا الوصيفه الاولى طب ايه اللي شجعك تخشي مسابقه زي دي انا ساعتها كنت في المدرسه وبعدين كانوا بيوزعوا زي ابلكيشنز كده عشان ميس ايجيبت يعني فكل اصحابي بتوع المدرسه كانوا مش عارفه ازاي حاسين بقى ان انا يعني فنانه شويه او حاجه كانوا مسميني فنانه المدرسه يعني كنت اي حفلات في المدرسه تلاقيني دايما ايه بصمم رقصات بغني برقص يعني لازم ابقى في اي حاجه في المدرسه فقالوا لي ما تقدمي في ميس ايجيبت وبتاع فقلت لهم لا اتكسف لو ما كسبتش هيبقى شكل وحش قوي يعني هتحرق جامد فقالوا لي لا احنا هنشجعك كل المدرسه كلها هتشجعك ومش عارفه ايه بس انت ايه قدمي فسالت كده مامتي وبتاع فقالت لي طب يلا خلينا نعمل كده يعني لطيف اكسبيرينس لطيفه يعني فدخلت فكسبت اللي هي الوصيفه الاولى ودي بقى بدايه جت رجليكي دي بدايه بقى يعني انا قعدت شويه بقى دخلت الجامعه يعني كنت ساعتها في الاي جي سي اس اي فكانت اخر سنه وكانت مذاكره فظيعه بريتش يعني فقلت استنى لما اخش الجامعه بقى والدنيا تبقى فري شويه عندي بقى مساحه ان انا اقدر العب يعني فدخلت الجامعه وخلصت يمكن اول سنه جامعه كمان في الصيف بقى قالوا لي عايزين نصورك كفر مجلة نص الدنيا
كان ساعتها نص الدنيا ما بينزلوش فنانين، بينزلوا جو كده يعني مودلز بتاع حاجات كده يعني. فقلت لهم طيب اوكي، صورني محمد حجازي ونزلت كفر نص الدنيا. طلبني مخرج تقريبا طلعت يوحنا لإعلان ميرفت بيتي بالاس، انا فاكره كويس قوي، ده كان اول اعلان في حياتي. والاعلان بقى اتذاع كتير جدا، فاتخذت بقى يعني خدوني بقى في اعلانات كتير 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 وكليبات بقى وإيهاب توفيق، وعملت كذا كليب ومش عارفه ايه اغاني وحاجات كده. بس بعد كده بقى دخلت التمثيل. طب واشتغلتي اعلانات كتير ونحتي كتير وعملتي يعني فلوس كتير يعني فلوس ده زمان ساعتها راحت كلها دلوقتي طبعا اكيد راحت لبس بقى وميك اب وحاجات. طب بتاخديه بتصرفيه طبعا، خصوصا الموديل كمان لازم تبقى دايما شكلها حلو. يعني انت كل اعلان بيبقى عايزه لبس كتير يعني، فاهمه ازاي؟ فاللي هو بتنزلي تشتري بقى كذا اوتفيت وبتاع. ومين بقى اول واحد ساعدك واقف جنبك؟ اول حد خالص كان مخرج استاذ ايهاب راضي ابن استاذ محمد راضي الله يرحمه، كان بيحضر لفيلم فتاة من إسرائيل، وكان عايز وجوه جديدة لأن كان معنا نجوم كتار جدا طبعا، أستاذ فاروق الشاوي، أستاذ محمود ياسين، مدام رغدة، كان معنا خالد النبوي، حنان ترك، وكنا بقى وجوه جديدة أنا ومصطفى شعبان كان يمكن عامل فيلم أو حاجة قبلها، وكان مجدي كامل، وكان بهاء صاروق، يعني ناس كتير قوي، مروة حسين وكده يعني. فروحت الكاستنج بتاع إيهاب راضي، فلقيته اداني سكريبت وعاملني على اني مهمه يعني، عارفه ما كنتش فاهمه انا موديل اصلا تافهه فاهمه لسه في الجامعه وحاجات كده يعني. فلقيته بقى بيقول لي اقري دور داليا، انا فاكره كويس قوي، فقلت طيب اوكي، توقعت ان دور داليا ده يبقى مشهدين ثلاثه يعني في الفيلم وتمام قشطه هشتغل، وبرده يعني مع نجوم كبار وسينما وبتاع موضوع طبعا كبير. قال لي ولازم تتفرغي لان هنصور في طابه وهنقعد شويه في طابه شهر في طابه وحاجات كده. فقلت له اوكي فاين هقرا، تقري وتردي عليا كمان يومين. قلت له حاضر اوكي، هو جد جدا. فروحت اقرا لقيت ان داليا دي بطله يعني موجوده بطوله، فاهمه؟ يعني لان هو كمان ستايل الفيلم ان هم كلهم بيروحوا رحله لطابه، فكلهم موجودين في كل المشاهد يعني، فانا من الاول للاخر انا موجوده يعني. وليا قصه بقى ان هو حبيبي ده بيموت في الاخر بيتقتل اللي هو مصطفى شعبان، فاللي هو بقى بعمل رياكشناته فيها تمثيل يعني. وفعلا الموضوع بقى كان لطيف، وعمل لنا يعني بروفات ترابيزه كتير جدا عشان ناخد شويه على بعض كلنا على بعض وعلى الورق، وعلمنا طبعا يعني. طب انت عندك ولاد صح؟ عندي زين. زين ربنا يخليه لك. انت مع ولا ضد فكره ان ابنك يمثل او يخش المجال الفني عامه؟ بصي اتعرض عليه اعلانات، انا قلقت شويه عشان المدرسه، مش عايزه اتعطل قوي ومش عايزه ان هو ادخله بدري قوي القصه دي، بس لما هو يكبر يختار هو اللي هو عايزه يعني. هو طول النهار بيمثل علينا بجد مش هزار يعني. قولي له عيط يا زين، يقعد ثانيه ويروح معيط يعني، بيعيط اسرع مني اقسم بالله. انت ما تصدقيهوش بقى لما يعيط بعد كده. انا ما بصدقوش يعني. عاده كل اللي بيمثلوا بيهرشوا قوي ناس اللي بتمثل احنا يعني بقى، لكن زين لما بيمثل انا ما ببقاش عارفه مش عارفه ليه بيشتغلك تمام يعني، بيشتغلني تمام ويعمل نفسه ساعات نايم ويعمل نفسه يعني بجد ويا ديني ويقعد يعمل لي كده بقى في الاخر وبتاع، لان هو بيضحك عليا كلنا طبعا بيضحك علينا كلنا. بس فلو هو حابب عمري ما هقف في طريقه طبعا، بس مش هقدر اقف زي ما انت ما حدش وقف في طريقك لما قررتي. بالظبط بالظبط. وايه اخبار بقى المعجبين والفانز؟ فيش مواقف كده حصلت معاهم؟ مواقف كتير يعني، حاجات كتير. مبدئيا بتسرق على طول الانستجرام والفيسبوك وكل حاجه بتتسرق عندي، مش عارفه في حاجه معينه يعني بقى لي شهرين ثلاثه كده ببدا بقى، بدات من الزيرو ان انا عامله كل الاكونتات من الزيرو انستجرام. بتهزري؟ مش عارفه هم ازاي بيعملوا كده، مش ازاي بقى جدا يعني اللي هو مفيش اي كومنتات مفيش اي حد عندي، وبعدين ببعت للناس، الناس كلها طبعا يعني ما عندهمش مكان، فاللي هو شكلي كومبارسور بعد اصحابي يا جماعه لو سمحتوا يقولوا لي لا ما احنا خايفين يكون دوت فيك اكونت عشان احنا مش عارفه تبعت لنا لينكات ايه يعني، كان في مشكله في القصه دي. كان في واحد كده اول ما طلعت كنت عامله مسلسل اسمه رجل في زمن العولمه، ده كان برضو من بدايتي، وكان دكتور عصام الشماعي مديني بوش كامله جدا فيه ان انا كنت عامله بطوله مع استاذ صلاح السعداني، وكنا كلنا وجوه جديده، والمسلسل ده كسر الدنيا يعني، كان ما كناش بنعرف نمشي في الشارع، وكان جزئين. من اطرف حاجه حصلت ان انا مره كنت في عند القلعه كده، كنت بنزل دكتور عصام ان هو قريب من المقطم كده وكده بالعربيه، لقيت حد بقى راح ايه شافني، وستات كده كبار، وايه ده احنا بنحبك قوي والمسلسل وزينب، كان اسمي زينب في المسلسل، هو انت عادي كده بتاكلي جبنه بيضه زينا وبتاع؟ قلت لهم جبنه بيضه؟ باكل جبنه بيضه. انا باكل جبنه سودا. مش ملاك بيضه وسودا ورومي وكل حاجه. طب نطلع فاصل ونرجع.
لما بحب بحب قوي، يا اما ما بحبش خالص يعني، فببقى بشعه في الحالتين. طب عارفه تسلكي في المجال نفسه يعني ولا تعبانه؟ بدات اتعب. ليه بتحبي بقى تخشي المطبخ ولا بتخافي ايدك تتوسخ؟ اهو وبعدين انا شايفه ان ممكن اي حد يطبخ، يعني ليه اطبخ انا يعني؟ مشاهدينا ورجعنا لكم مره تانية ولسه مكملين مع انجي شرف. مواصفات الراجل بقى اللي بتحلمي بيه، قولي لي كده. لا انا عندي مواصفات خلاص، هي حلمت ولقيت خلاص مواصفات ايه؟ طب بلاش اللي انت بتحلمي بيه، مواصفات الراجل عامه في نظرك المفروض يكون عامل ازاي؟ انه يبقى راجل. اللي هو عامل ازاي؟ ايه مواصفاته؟ راجل يكون فيه ايه؟ مواصفات الراجل الطبيعيه اللي هو يبقى فيه نخوه، اللي هو يبقى جدع، اللي هو يبقى محتوي. ودي طبعا حاجات كلها بقت نادره دلوقتي، يمكن نادره الوجود جدا، مش كده ولا ايه؟ ما بتشوفيهاش خالص؟ لا الحقيقه يمكن انا بقى حظي وحش، ممكن عند ناس تانية بيشوفوها. لا مش حظي وحش. انت شفتيها؟ ايه جوزك بيتفرج؟ ساعات انا عارفه جوزك، ساعات موجوده. لا انا جوزي كويس ما شاء الله، لو اكبر. لا بجد جوزها هيبقى لا برنامج ولا جواز، معقوله افضل قاعده هتاخدي لها حاجه جنب جوزها؟ هي عارفه جوزي كويس على فكره. طب انجي دلوقتي ايه هي عيوب انجي؟ ايه عيوب انجي؟ ساعات بثق بسرعه في الناس وبتخدع. لما بحب بحب قوي، يا اما ما بحبش خالص يعني، فببقى بشعه في الحالتين. اللي هو بحب مدلوقه يعني مسلمه، بحب متفرغه، مركزه وبنسى نفسي. او ما بحبش ابقى سخيفه، ببقى ثقيله كمان، يعني ببقى لا اطاق يعني. يعني فعلا امي دايما تقول لي يا بخت اللي تحبيه ويا عيني على اللي ما تحبه يعني تكرهيه يعني. بس انا ما بكرهش يعني عادي، بس المهم تكوني بتحبي الشخص المناسب يعني، تكوني يستاهل الحب ده. ما ده هيبان بقى يعني، ده بيبان بقى مع الفتره. ما هو انت دايما في الاول بتشوفي كل الناس انها واو يا ربي، ده انا اكيد ربنا بعت لي هديه اللي هو بيعوضني عن كل اللي فات. وتلاقي فاهمه يعني اسوأ حاجه، اسوأ من اللي قبله يعني. السذاجه في العلاقات ما اقدرش اقول ان انا ساذجه قوي برضو، عشان يعني to be honest، بس يعني الفكره ان انا بثق يعني، بصدق يعني. انا شخص مش كذاب، ما بحبش اكذب على اللي قدامي خالص، فبتوقع ان اللي قدامي ما بيكذبش عليا يعني. المفروض ان انت لما تقولي حاجه المفروض ان انا اصدقها واثق فيك، فلما بثق بيطلع بقى انه مش فاهم حاجه. ما بتخونيش. مش كل الناس بتقول كلام يعني مصدقين. عندك عيوب تانية؟ خلقي ضيق قوي، بتعصب بسرعه. وسعي. بحاول اعمل ستريتش شويه مش جاي معايا يعني. خلقي ضيق، بتخنق بسرعه، مودي حبتين يعني، مود بيأثر عليا وحياتي بتأثر عليا اكتر يعني. ممكن تلاقيني بعدت فتره اللي هو ليه انا مودي وحش يعني. يبقى مش عايزه اروح، مش عارفه ايه، مش عايزه اتكلم، مش عايزه ارد على التليفونات. عندي شويه ايه اللي بيخرجك من المود ده؟ طيب انا لوحدي، محدش بيعرف يخرجني من المود خالص. حاجه تعمليها؟ ابقى لوحدي شويه. لو انجي ما كانتش ممثله كانت عايزه تبقى ايه؟ يعني انا تاني انا عندي الاجابه. كنت عايزه تبقى ليكي علاقه بالملابس. اكيد. ما هي اوريدي ليها علاقه بالملابس. انا السؤال بس اقوله لها، بس حاسه ان اجابته موجوده يعني. لان انا اوريدي ماشيه في الاثنين مع بعض يعني. انا اصلا طب انه واحده انت انجح فيه؟ هقول لك على حاجه، انا يعني عشان ابقى صادقه، انا ساعات برمي على هنا شويه وساعات برمي على هنا شويه. فاهمه اقصد ايه ولا لا؟ يعني ساعات تلاقيني اهتميت جدا بالمحل فااثر في الناحيه الثانيه، وساعات اهتم بالمسلسل يجي لي ابقى انا مبسوطه جدا من الدور والحكايه فااثر في الناحيه الثانيه. طب عارفه تسلكي في المجال نفسه يعني ولا تعبانه؟ بدات اتعب. ليه؟ لما بقى شويه برضو، لما بتبقي عندك مسؤوليات مسؤوليتك بتزيد غير لما بتبقي صغيره ومش متجوزه ولا طبعا مخلفه ولا عندك حد يعني. فاهمه ازاي انت كده؟ حتى كنت في الاول بقدر مثلا اعمل 3-4 مسلسلات في وقت واحد، دلوقتي مستحيل مستحيل مستحيل. انا ما بقاش عندي طاقه لده يعني. فان انا برضو ان انا امثل وبعدين ابقى تاني يوم لازم اسافر بره عشان اجيب كولكشن او يعني، وارجع من بره دي وبرد وعيانه ومثلا مش عارفه ايه، ارجع التصوير. فبقت بالنسبه لي ان انا عشان اخد بقى ديسيجن ان انا اشتغل فيعني لازم يبقى حاجه عجباني جدا داخله دماغي تمام يعني. تحبي تلبسي بقى على الموضه ولا اللي يناسبك، اللي انت شايفاه حلو عليكي؟ الاثنين يعني، الموضه واللي يناسب جسمي اكيد يعني. مش هلبس حاجه تخلي شكلي وحش. هي بالظبط تطمعي في اللبس اللي انت جايباه؟ صدقي بقى انا هقول لك على حاجه، انا ساعات ما باخدش حاجه من المحل خالص
ولا من بره؟ لا مش كده ولا بشتري. وساعات تلاقيني بقى بشع لما بيبقى عندي تصوير. يعني بيبقى عندي تصوير طبعا بقشط المحل لدرجه ان البنات اللي عندي ما دام سيب لنا حاجه نبيعها. يعني عايزين نبيع حاجه في المحل. يعني بنوصل للمرحله دي. بتحبي بقى تخشي المطبخ ولا بتخافي ايدك تتوسخ؟ اهو. لا انا يعني انا مش في المطبخ خالص نهائي. برافو برافو. انا اقول اسلق بيض بصراحه يعني. برافو. مين بقى مين بيعمل الاكل؟ مامي حبيبتي ربنا يخليها. ربنا يخليها. انا ماليش في المطبخ. ولما كنت متجوزه وده كانت يعني حقيقه ما كانتش فتره طويله, مره واحده انا فاكره وانا حامل في زين عملت بسله ورز وقعدت بقى دوقتها لكل الناس. يعني بعت بقى لكل الناس اطباق بسله. يعني بحاولش من ساعه لما اتجوزتي تعملي اكل غير هي المره الوحيده اليتيمه دي. اه لا ماليش في المطبخ خالص. هي معترفه. هي معترفه. انا معترفه بصراحه. هو انا عندي مشكله تانية ان انا لان هي مش بتعملها مظاهر كذابه. هي فعلا ما بتعرفش تطبخ. ما اعرفش اطبخ. وحاولي اتعلم. ما عرفتش. وبعدين انا شايفه ان ممكن اي حد يطبخ. يعني ليه اطبخ انا يعني؟ يعني ليه اطبخ؟ صح؟ ممكن حد يطبخ طبعا. انا امثل, هسافر, حامل, انا اعمل حاجات للجوز. اجيب فلوس يعني. يعني وكنا يعني كان بجد نفسنا نشوفك وتقعدي معانا القعده دي. ما نتقابلش كده في تصويرات وما نعرفش ناخد راحتنا معاك. ده انا مبسوطه جدا ان انا معاكم النهارده. انا من عشاق البرنامج ده ومتابعاكم طبعا على طول. وفرحت قوي لما قالوا لي اننا عايزينك في نفسنا. قلت يعني فرصه اشوفكم بقالي كتير مش شفتكم. للأسف خلصت فقرتنا, خلصت حلقتنا. استنونا في حلقة جديدة من نفسنا. صباح الخير. راحوا جابوا واحد من دمشق اسمه الدمشقي عشان يعمل لهم التركيبة. لو دلوقتي طب يا جماعة عيسى العوام عايزين نضرب أبراج الصليبيين, اعملي سيرش كده على السائل الفتاك. ولا نروح للدمشقي ولا يا عم التركيبة بيقول لك معلقة فانيليا على اثنين كامبو. انا ممكن ابعت لك عيسى العوام لو عايز. لا لا على ايه؟ اضرب بيضة في النص. الدواء باسم قاتل, الدواء لا تاخذ الدواء. ده ما فيش حد ده الناس في الاذاعه بيسمعوا الراديو سم قاتل. دوروا على البنت لدرجه ان الدكتور جاب عنوانها وعنوان ابوها وبعتوا لها عربيه بوليس. لو البنت دي معاها موبايل او باباها اللي هيتناول الدواء اللي باسم قاتل عنده تليفون موبايل. حبيبتي ارجعي بالدواء عشان كده في سيمي فريم. طول الفيلم من اوله لاخره عمال يدور على جهاد يا جهاد. فالدنيا كانت هتبقى لطيفه قوي لو كان في الزمن ده وكان التكنولوجي بتاعت الزمن ده موجوده. فيسبوكك اللطيف شير صورتها الظريفه, انشرها, اطلب من الناس تنشرها, الفولورز بتوعك ينشروها, يور فريندز ينشروها, وبعدين يفضحوها يعني ولا لا فلانه الفلانيه ضايعه. هاشتاج جهاد بس. هاشتاج ابحث عن جهاد. هاشتاج جهاد محمود. بس انا كنت يعني عندي حاجه كده, انا كنت بقول لهم يا راوز كده المفروض اتنين. لا احنا ثلاثه. ما شاء الله كتروا كتروا. بس دي بقى البتيت دبلش بنت رايه. بديعه. انتي بديعه. بديعه يا روحي. عايزه حاجه. بديعه جدا. بديعه جدا. كان نفسك بقى لو ما كنتش شيف كان نفسك تشتغل ايه؟ سواء ليه؟ ها؟ كده بعد كده شكل مصر شكلي مش عاطفي ولا سياحي. هيكوني غير سواء. انا لا بس ليك جار برضو يا شباب. في انت ليك جار مختلف. وبعدين برضو مع البلطو الابيض ومع الكوز الابيض الجميل ده. امي كانت املها في لا والنضاره مع الساعه. امي كانت الله يرحمها املها ان اطلع دكتور. دكتور هيئتك كده فعلا. فلما سافرت ورجعت اتعلمت الطبخ بقيت طباخ. فقيت انا عايزاك تيجي تخش عليا كده بالجاكيت الابيض والسماعه. واي بلطو ابيض بقى. دخلت لها بالجاكيت الابيض والسكينه. جراح. اتبسطت قوي النهارده في حلقه نفسنا. شفت صحابي اللي كانوا وحشيني جدا وبقالي كتير ما شفتهمش, خصوصا انتصار وهدي عشان اشتغلنا مع بعض من زمان. وسعيده ببدريه قوي وسعيده باميره. وحاسه كده ان انا خلصت بسرعه قوي الحلقه ولسه عايزه اقعد معاهم على فكره. مش عارفه حاسه ان انا مش عايزه امشي. يا رب تكون حلقة خفيفة عليكم ونتقابل تاني إن شاء الله بقى في نفسنا.